السلام عليكم جميعا. عليكم السلام، نحن تفضل. سبق وأعطينا محاضرة قبل عن الأكيوت كيدني إنجري. هي إنه نحن لما يصير في عنا مشكلة بالفلتريشن طبعا ويست برودكت بفترة زمنية سريعة، يعني بيجي مريض إن كان عنده كيدني ديزيز قبل أو إذا كان هو بريفيسلي هيلثي صار معه مشكلة، هذه المشكلة أدت لأنه ما يبطل فيه فلتريشن مظبوط. وفصلنا هيك بريفلي انه نحن عندنا ثلاث انواع من الكيدني انجري الاكيوت فايز، او انه الدم لازم يتفلتر ما عم يوصل على الكلوه نتيجه هايبر برفيوجن. لما نقول هايبر برفيوجن معناتها انه او القلب ما عم يضخ الدمات مظبوط، او انه اصلا ما في دم لينضخ. مثلا واحد عنده كان هامرج من قبل خسر دم ما عم يوصله، او مثلا واحد عامل سبتك شوك يعني بكونوا كل الفاسلز دايليتد فما في اصلا قوه لتضخ الدم على الكدنيز، او اذا كان عندنا لا نحن انه عم يوصل الدعم بس هي الكلوه مضروبه بحد ذاتها. يعني مثلا اذا كان الواحد ياخذ ميديكيشنز معينين اذا صار في برولونجد هايبرفيوجن للكدني بيصير في عندنا نكروز وبتخسر الكلوه فانكشن تبعها، او اذا لا المشكله من تحت يعني كل السيستم يعني بيوصل الدعم بينعمل فلتريشن بس بعدين ماشي بيطلع البول بقلب اليوريتر فبتزيد كثير البريشر بقلب اليوريترز، وهذه البريشر بتصير تدريجيا يعني شبهناها وقتها مثل خزان فتحين عليه حنفيه، نحن بيوصل لمرحله هذا الخزان معبى كلياته مي ماشي في محل يعني الحنفيه او بالاحرى النبريش بيكون موصوع على الخزان بيضل النبريش يكب 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 ماء إذا هو دغري ملزق فيها. يعني تخيل عنا مثلا نبريش مفتوح بس على هيدا الخزان، والخزان هي علبة حديد مسكرة، بيضل النبريش يعبي يعبي آخر شيء بس تفول خمعش بعبيها شيء لأنه معاش في بريشر قدامه ليكب الماء عليها، يعني معاش في إنه بريشر أخف من البريشر تبعيته. هلا هيدا بيكون بالأكيوت فايز. بالأكيوت فايز إذا الواحد قدر يتدارك الموضوع بيقدر يجنب المريض إنه يخسر كدني فونكشنز. مشكلة وين؟ مشكلة هي إنه إذا واحد عم يعمل كدني فايلير وهلأ حنحكي عن أسبابها وظلت ممتدة على فترة حوالي 3-4 أشهر، هون بيصير في عنا كرونيك دامج، وهذا الدامج بيكون إيريفرسبل. يعني بطل إنه والله يعني مثلا واحد عم يضل ياخذ انسيدز عم يضل ياخذ بهال نون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز مثلا، يعني مسمينهن المرضى اللي بياخذوا دائما انسيدز. شو رايكم مين هن المرضى العاده اللي احنا بنشوفهم انه دائما عندهم؟ يعني اول ما احنا بنشوف مريض عنده كدني انجري يمكن بكيوت بنساله مثلا عم تاخذ انسيدز، هي كامل كثير بالpopulation خاصة نحن عنا تقدر تجيب الدواء من الصيدلية مش إنه بس prescription، ففي كثير ناس بيكونوا عم يأخذوا الأنسيدز. عم بتقول نسرين الأرثرايتس، مرضى الأرثرايتس. برافو، إذا في هي حسب ما شفتها كاتبة كذيبة ماشي. صح، مرضى اللي عندهم أرثرايتس وبالأحرى يعني specifically الاوستيو ارثرايتس كونها اكثر هي common من الروماتويد ارثرايتس هي روماتولوجيكال ديزيز. فالمرضى اللي بيكون عندهم اوجاع بالمفاصل او مفاصل الركبه وباك بين كمان صح، وكمان الباك بين يعني كل الجوينت بين اذا فينا نقول كل الجوينت بين هول كثير بيرتاحوا على نون ستيرويد انتي انفلاماتوري دراجز. فهول المرضى اللي بياخذوا هيك دواء ممكن على مثلا يبلش سنه قاعد بياخذ من راسه قد ما بده حبوب، لاحظ يمكن انه في عنده عوارض عملت له اكيد كني انجري بس ما اخذ وعطى كثير، فبس ضل عم ماشي على هالوتيره اللي حيصير انه حيصير في بيرمننت كدني دامج. يعني ضربت اول مره عملت اكيوت ضل عم ياخذ ما حاول الجسم يرجع يعمل ريكاب يعني ريكاب من بعد الدمج بس ما مش الحال، ضل طول الوقت عم ياخذ ضل عم يضربه للكلوه والكل انه خلص قضى عليها يعني قضى على بارت منها للكلوه، وهيدي مشكلته الكدني ديزيز. انا بس وفوت على الكرونيك كدني ديزيز يعني انا عم فوت على مرحله ما عاش فيها رجعه. هلا يمكن يجي واحد يقول لي والله حكيم ما انا شفت مريض عنده كرياتين 4 صار 2 او عنده كرياتين 3 صار 1.5، شو رايكم فيها هيدي؟
يعني هل يا ترى حكي صحيح انه السي كي دي اتس ريفرسبل؟ وليش انه واحد بيكون عنده بالمستشفى كرياتين 4 بصير 1.2 مثلا او بيرجع لل2؟ لما نقول بيرجع للبيزلاين 1 مع انه ممكن تجي يعني ممكن واحد يرجع للنورمال اذا كان اوقات 10 بيرجع للنورمال. انا هيدي شفتها. فشو رايكم شو رايكم انه هي هل يا ترى ريفرسبل ولا بارشلي ولا لا هي عن جد ريفرسبل؟ هي قصدك دكتور الكرياتينين ليفل ولا الجلوميرولار فلتريشن ريت؟ ايه عم نحكي نحن انه لا بالكرياتينين ليفل. يعني انا هون عم نقول نحن اول ما قلنا هون اتس بروجريسيف ديزيز طلعوا بالسلايد اوكي هي يعني تدريجيا نسرين عم بتجاوب بقولوا ريفرسبل. ايه نسرين عم بتقول if was acute not chronic اكيد not chronic kidney disease. اوكي يعني اذا انا يعني شو بقول عن مريض مثلا عنده كرياتينين 4 صار 2 يعني اذا انا بدي اجي احط تشخيص اخر شيء يعني انت عم بتقول قصدك ريفرسبل ولا ريفرسبل هيك قصدك توضح؟ ايه يعني شو معناتها انه شو معناتها انه ريفرسبل؟ انا انه عم يعني هي هذا استفهام نحن بنشوفه اوقات مثلا بالمستشفى انه بيجي مريض هو نون تو هاف يعني هو ما بنعرف نحن البيز لاين لنقول هلا لانه حنحكي نحن كيف من الصمود ما بنعرف البيزلين تبع الكاتر الليفل عنده اجى باربعه عملوا له ابروبريت تريتمنت كان هايدريشن كان عنده اوبستراكشن في كل جهه الدواء عم يخطوا وقفوه عم صار الكرياتينين 2. طب كيف هيك وضل ثابت على 2؟ يعني في شيء ريفرسبل هون كان والله شو كان فيه بالضبط؟ يعني شو معنى يعني بس اقول انه ريفرسبل يعني انا عم بقدر اعوض الدامج بالوقت اللي عم اقول انا سي كي دي او سؤالي بيكون هل فينا نسمي هذا الزلمه سي كي دي؟ يعني اجى لعنا لنقول بواحد فل ب 15 على كرياتينين 2 ما كان ينزل عن ال 2 بليز اذا قادرين كمان تتفاعلوا على الميكرو مباشره بيكون تمام. كمان نسرين اف عم بتقول عم يمكن بلوكج. اوكي بس هي اوكي هي الفكره وين؟ الفكره بس انا اقول It's irreversible. لا It's irreversible بس بيكون صار شو هو انه في شيء اسمه acute kidney injury on top of chronic. يعني بيجي المريض لعندي مثلا 50% من الكلوة رايحة بيقوم مثلا لنقول بدل ياخد هي مراحل يعني مثلا لنقول اذا انا باخد على 6 شهور NSAIDs بيصير في عندي خلاص permanent damage اوكي وكل تبيو يعني بالنهاية انا عم باخد لنقول مثلا 10 حبات بس هقول هالعشر حبات حيأذوا منطقة بالكلوة ماشي يعني مع انه مش حيأذوا كل الكلوة ضرب واحد يقضوا عليها حيأذوا منطقة وتدريجيا بصير يعني لا اذا انا رأتي هيك شيء بال يعني شيء انه هيك مثل بس اكزامبل لأوضح يعني اذا قلنا مثلا الكلوة مقسمة لعشر مناطق بس هالعشر حبات اللي حيأخذهم انا حيضربوا مثلا منطقة من هولي قضوا عليها الريفرسبل معش تعوض. طيب بعد ست شهور يعني اذا قلنا خلال ست شهور اخذت انا لنقول خمس حبات بالنهار هول خمس حبات كفيلين يقضوا على منطقة من عشرة. اجى المريض لعندي بعد سنة عم يعمل او مش بعد سنة بعد لنقول تسعة اشهر ماشي. طيب بعد تسعة اشهر هيكون قضى ستة اشهر عم يأخذ هول خمس حبات وقضى على منطقة بيبقى عنده تسعة مناطق تانية بقلب الكلوة. طيب هول التسعة اللي يقضى على منطقة تانية بده ياخد كمان ست على ستة اشهر خمس حبات. طب اذا اجى هو على ثلاثة اشهر عم يأخذ مثلا خمس حبات حيكون في مثل partial destruction بمنطقة من المناطق فهيدا الشيء حيعمل لي acute kidney injury اوكي مش chronic بس حيكون هو already عنده chronic لأنه عنده في منطقة طارت. فهمتوا قصدي كيف يعني انه acute kidney injury on top of chronic؟ والله بنرجع من عيدها بعدين احنا عم نمشي بالسلايدز. هلا هي واضحة دكتور بلكي منكفي واذا حدا عنده اي شيء ان شاء الله بنرجع نفتح مجال الأسئلة. اوكي فاذا نحن قلنا انه في عنا irreversible damage بالنفرونز. طيب هذا irreversible damage شو حيعمل؟ حيخلي انه انا اخسر function تبع الكبني اللي كنا عم نحكي عنها هذيك المرة انه هي تخلص من كل السولتس من كل صوديوم بوتاسيوم كل الالكترولايتس يعني عم نحكي صرنا عن الكلورايد عم نحكي عن الكالسيوم والفوسفورس والمغنيزيوم هي شغلتها تفلتر الجسم منه عم نحكي عن الووتر يعني هي شغلتها ترجع تعمل اوري ابسوربشن او تكب الووتر هيدا ما اللي هدفها للكدني بالاضافه للويست برودكت اللي هو يعني البيو اسيد.
او اليوريا يعني اللي بيجي من وراء الكاتابوليزم تبع البروتينز. فاذا نحن نجي نقول انه انا عندي مشكلة بهيدي الصراع هيدي المصفية سوري عندي مشكلة بهيدي المصفية اللي عندي انا. فاللي حيصير هو انه الميات حيجمعوا ما حينعملوا فلتريشن مزبوط حيبقوا بالجسم حتى كمان الالكترولايتس حيبقوا. وهلا حنحكي نحن شو بيصير بالضبط عنا لانه بيصير في عنا مثل الالكترولايت ديستربنس معينة ما مش انه بس يعني بيعلى يعني انا ما عم صرف الصوديوم بيعلى الصوديوم ما عم صرف بوتاسيوم بيعلى بوتاسيوم كالسيوم نفس الشيء والفوسفورس لا هلا نحكي شو عايصير معنا كمان. هلا نحن لكينا ان الويست برودكت حكينا عن انه نحن ما عم نتخلص من كل الاشياء مش منيحه الفلويدز والالكترولايتس اوريدي حكينا. هلا الميتابوليك اسيدوزز شو رايكم ليه بده يعمل كدني انجري كونك كدني انجري ميتابوليك اسيدوز؟ هي قالت عشان البايكارب دكتور. اوكي انت عم تقولي عشان هي قالت عشان البايكارب ما عم يطلع من الجسم بس المشكله ان البايكربونات اذا البايكربونات هو بيز يعني اذا البايكارب ما عم يطلع من الجسم يعني المفروض بيعمل ميتابوليك الكالوز مش اسيدوز مش هيك؟ فهي الفكره انه صح هي في شيء خاصه بالبايكارب. اول شيء هي القصه ما انتصارت هون بطلت القصه متعلقه بشغله واحده من شغلتين. اولا نحن بالفيزيولوجي عنا الكدني هي مسؤوله انه تعمل جنريشن للبايكارب يعني في عنا نحن انزيم بالكلوي هي شو بتطلع بايكربونات ترجع بتسحبه من اليورين بتطلع فيول بتفوته على قلب الجسم مش هيك؟ احنا بنحكي اوقات في ريسبيراتوري اسيدوز مع ميتابوليك الكلوز يعني بتكون مثلا عندي اسيدوز بفر سيستم بفر الكلوي بتعلم من الكلوي صحيح اللي هو واحد من البفرنج سيستم اللي هي الكلوي. فانا اذا انضربت هيدي الكلوي عندي اوريدي ما حترجع تصنع لي بايكربونات اوكي ذس از وان تو اصلا انا في عندي اسيدز كثير ما حينعمل له سكريشن اللي مثل الامونيوم. هالويتس برودكتس يعني واحدة من الاشياء الممنيحة اللي بقلب الجسم بتكون هي بوزيتيفلي تشارج هي قادرة تكب اتش بلس منها الامونيوم يعني الامونيوم هو بيكون مثلا اتش 4 بلس مثلا بكب الاتش بلس تبعوله بصير يكب لنا اسيدز وغيره كمان من التوكسنز. فها هي ميل اللي بيصير يعني هاي هي قصة انه مش هيك احنا بصير عنا ميتابوليك اسيدوز. الانيميا ليش بدها تعمل كرونيك كيدني ديزيز انيميا بكلمة؟ فالفكرة انه نحن عنا يعني عنا ميدالري وعنا الاكسترا ميدالري سيستم بال مثل ما كنت عم تقول مريم بالاناتومي يعني نحن عنا محلات بتصنع هي اريتروسايتس في محلات تانية بتصنع كمان سمين الميدالري يعني نحن عنا عم نحكي بالعظم يعني في عنا هيدي المدلة اللي بتعمل سكريشن للإريتروسايتس يعني هولي كل اللينيج بيتصنعوا مع البلايتلتس مع الوايت كاونت. في عنا محلات تانية هولي بيجوا سجندري مثلا مثل السبلين مثل يعني بيعملوا مثلا السبلين بتصنع بترجع بعد فترة الكدني بتعمل ستيميليشن للموضوع زينب مشاك جاوبت ماتوريشن هيموغلوبين قصدك زينب؟ HB اوكي ما فهمت شو قصدك بال HB بس هي عم تقول انه maturation لل I think hemoglobin ما بعرف اوكي ايه هو الايبوتين الايبوتين هو الدواء HB هو احنا عندنا الاريتروبويتين اذا بدك الاريتروبويتين هو اللي بحفز السينثيسيس اوف اريتروسايتس مشان هيك الكلوه هي وحده من الميكانيزم تبعها انه هي تحفز موضوع السينثيسيس اوف ريد بلاد سيلز This is one. حتى كمان بصير في عنا مشكلة بالفرت بالايرون يعني نحن عنا إذا ما صار في reabsorption مزبوط للايرون وهلا حنرجع نحكي عنا الانتيتي هيدي بعدين يعني إذا مريض ما عم ياكل ما عم يعمل سبلمنت مزبوط لأنه مرضى السكيدي بصير في عندهم هلا بنحكي عن symptoms decrease بالابيتايت بطلوا ياخذوا النيوترينز المضبوطين فإذا كان عنده مشكلة بالفرتين وبالفوليت والفيتامين بي 12 بتلاقوا عنده انيميا كمان مشان هيك مش كل واحد عنده هيموغلوبين مثلا تحت الايت يلا يا جماعه امشوا اطلعوا نعطيه اي بي او لانه سي كي دي لا يو هاف تو كوركت اول ذا كوزز اللي قبل مش هيك بتلاحظوا انفستيجيت يعني بدنا نعمل انفستيجيشن صح ونمشي ستيب باي ستيب صح واهم شيء الايرون يعني اهم شيء انا اكون
جبت الايرن، جبت الفيريتين، جبت التي اي بي سي، شفت اذا عنده ايرن ديفيشنس انيمي بروح اصلحها، اذا ضل الهيموجلوبين واطي ساعتها لازم دهان او لازم عيد بروح ساعتها بصلحها، بصلح الانيميا اللي عنده للمريض. مش انه هيك يلا على الماشي بنجيب له هذه الابر ويلا تعال خذها، ومش كمان بيطلبوا الفحوصات هيك، لا، لانه في عندنا احنا تارجت لازم نكون سايبينه ابدا. الهايبرتنشن، هلا الهايبرتنشن عندنا كذا ميكانيزم، واحد منهم انه بالنهايه يعني البلد، اذا بدنا نقول البلد تنشن هي عباره عن قديش الفلويد بقلب الفسل عم يعمل تنشن على الوول لحده. بطبيعه الحال اذا بقي كثير في عندي ووتر حتزيد البلد بريشر وحيصير في عندي هايبرتنشن. هيدي وحده من الميكانيزم. ميكانيزم ثاني اذا ما عم يوصل فلو على الكدني مزبوط لسبب من الاسباب، هذا الكيلو حتفكر انه ما في عندي دم بقلب الجسم، حتصير تكبر الانجيوتنسن الجسيرون، وهدول اللي بحد ذاتهم اللي بيصيروا يشدوا الفسل تبع الارتري ليضخوا دم زياده على الكيلو اللي اوريدي عم يوصل له دم، بيعملوا مثل بريشر على الفسل ده انجيوتنسن 2، يعني هو كثير قوي، هذا كثير قوي هذا الانزيم، يعني او هسوري هذه المولكيول كثير قوي، هذا الهرمون بيعمل كثير فازوكونستريكشن ساعتها على الارتريز، بصير في عندها هايبرتنشن. سو او بهذا الميكانيزم او بهذا الميكانيزم الثاني. والديكالسيفيكيشن اوف بون تيشو انا هحكي عنها شوي بعدين، هيدي لانه هيدي شوي دقيقه معلومه. فبيبقى عندنا سيرم كرياتين ليفل از تراديشنال ماركر عم بيقولوا هون انه ممكن الرينال فانكشن تكون مرفوعه. اوكي، يعني هو انه لازم نعرف شغله انه اذا انا خايفين يكون في عندي كدني دامج، اول شيء انا حكيتها هيك المره المعلومه انه الكرياتين ليفل هو ديبندنت، يعني هو بالنهايه انزيم مينلي بيجي من المصل اللي عندنا. يعني مثلا اذا واحد طوله مترين بادي بيلدر، الكرياتين ممكن يكون عنده النورمال تبعه 1، اذا عمل 1.3 اسمه كدني انجري، بينما يمكن واحد يجي مثلا نقول اقصر منه بشوي اضعف منه ما عنده نفس البصل معز، النورمال الكرياتين عنده يمكن يكون 0.7، يعني اذا عمل نحن عندنا وقتها بالاكيد كدني انجري زادت يعني تقريبا 0.3 معناتها هي كدني ديزيز، او زادت 1.5 عن البيس لاين. عم نحكي عن هيك انه ثيوري، إذا كان هو 0.7 صار 1 معناتها عمل كدني انجري، يعني هي مش رقم بالنهاية، هي بدك تعمل لها استيميشن حسب البادي ويت تبع الزلمة والماس تبعه والهايت يعني. وهيدي كثير مهمة هالشغلة، يعني مش عينا أنا إنه هي إيه معي، يعني أنا مرة شفت مريضة كانت هي ضعيفة كثير، أنا عم نقول لها دياليسيس، كان الكرياترين عم مش لا مش مش دياليسيس، يعني كان جاي بسبسس وهيك، كان عندها الكرياترين 0.5 ثاني مرة صار 0.9. إذا بتطلع باللاب ما عم بيضوي أحمر، بس هيدي مشكلة لأنه علي إنه هالبيز ده ما لازم يعلق بطارية، وممكن ما يكون أنا لحقته بعد، ما هي مشكلة إنه الكرياتين يعني بده وقت ليعلق الكرياتين بالليفل، بده أوقات حوالي 48 أورز قبل الكدني إنجري، هيدي مايلي بالأكيوت فيز يعني، فا يمكن أنا كنت بعمل كدني إنجري عندي السيمتومز ومع الكرياتين. أوكي، هلا مشان هيك إحنا صرنا 10 بنطلع بس على الكرياتين، لأن الكرياتين بالنهاية هو عم بيقيس لي أنا بس يعني مولكيول معينة بوقت معين بتكون، يعني مثلا مش أنا بسحب لها بهالدقيقة، والكدني هي أورجن يعني مش إنه ستاتيك، يعني بضل هيك طول الوقت شغال بنفس الفانكشن، أوقات بتعلى الفانكشن، أوقات بتقل، أوقات بيعلى ضغطه للزلمة بتتأثر الكلوي، أوقات مثلا بكون كثير عطشان بتتأثر الكلوي، وبس تتأثر الكلوي طبيعي الفلو اللي عليها بده يتأثر، يعني أوقات بتزيد الفلو أو بتخفف الفلو، فالكرياتين بما إنه هو موجود بالدم كثير حيتأثر بموضوع الكلوي. فمشان هيك راحوا ليحسبوا، لا انه مش بس قصه الكرياتينين، والقصه الثانيه كمان انه الكرياتينين هو 80% فلتريتد وفي 20% من اكسكريتد، يعني نحن لما كنا عم نحكي عن الكرياتينين من وقتها انه الكرياتينين بما انه عم يقطع من البلاد على الكدني بالجلوميرال لوبيز للمبرين، كون انه هو عم يقطع بشكل كبير حيعطيني استيميشن مضبوطه يعني قديش عم يوصل فلو، بس كمان مش هو كله بس بيقطع، يعني في عندي جزء حيقطع في 20% بيروحوا بسيركيليشن تاني، يعني ما بيعبروا لي قديش انا عم بعمل فلتريشن مظبوط. مش هيك راحوا لا لانتيتي تاني اسمها الجي اف ار اللي هو جلوميرولو فلتريشن ريت، اللي هو عباره عن البلاد فوليوم اللي بيوصل على الكلوي بالساعه بينعمل له فلتريشن، يعني مثلا بهالساعه او هو بالبرمنت يمكن انا لسه راح الفوليوم بالضبط،
هو قديش عم يوصل انا على الكلوه دم وعم يعمل له فلتريشن، مش بس قصه انه قديش في كرياتينين، لا قديش الدمات اللي عم يوصل له على الكلوه. سو هو هذا الجي اف ار كثير بيساعدنا، نحن بيساعدنا كثير انه نحن نعرف قديش الفلو اللي عم يوصل على الكلوه، وساعتها اذا الفلو يعني قديش الفلو اللي عم ينعمل له فلتريشن يعني من اسمه. فكل ما انا يكون عندي كميه كبيره ما عم ينعمل له فلتريشن او كميه قليله عم ينعمل له فلتريشن، يعني كل ما ينزل الجي اف ار معناتها انا عندي دامج بالكلوه، وهذا مهم انا استعمله بالكرونيك فيز. بالاكيد ما بيساعدني كثير لانه يمكن يكون كرياتين 3 يصير 0.5 يعني، بس بالكرونيك خلص نحن بنحكي انه طول الوقت كرياتين 2. بدي اعرف انه والله هالكلوه قد ايه بتشتغل تقريبا، قديش يعني قديش بتفلتر البلاد، فبيجي بعمل انا الجي اف ار. هون في عندنا نحن الستيجز تبع الجي اف ار، نحن نطلع هون مقسمين هني ل 5 ستيجز. هون ال 5 ستيجز هني بس عباره عن قديش الكدني عم تشتغل، يعني قديش عم ينعمل لي فلتريشن اوف يعني اوف بلاد بير مينيت بقلب مساحه معينه من جسم الانسان. يعني سواء مثلا بياخذوا هي الفورمولا بتاخذ بعين الاعتبار الوزن والعمر والكرياتين الليفل اللي عنده. بتعرفوا انتم مع الوقت كل ما يكبر الانسان بصير يعمل بروجريسيف لوس، يعني مثلا اللي عمره 60 سنة مش مثل اللي عمره 20 سنة، واللي عمره 80 مش مثل عمره 60. كل ما أنا بزيد بالعمر كل ما الحال الكدني بصير تعمل هي لحالة أتروفي، والشرينج بصير تخسر كمية معينة من الفونكشن تبعه. هون نحنا بنقسمهم لستيجز. هون الستيجز بيساعدونا أول شيء لنعرف متى بدنا نغسل للمريض، لنعرف إذا عم بيصير في progression over time، يعني هذا الزلمة عن جد عم يأخذ medication ولا وضعه عم بيسوء. يعني بس نيجي لعنا ممكن يجي واحد بستيج 2 بياخذ الأدوية تبعيته مزبوطة بضل ستيج 2، بس كمان يجي ستيج 2 وبعد شهر يجي لعندي مثلا ستيج 5 بأند ستيج كدني ديزيز وهذا دياليسيس، ساعتها في مشكلة. فقالوا طبعا قسمهم، هيدي واحدة بتساعدنا. الثاني كمان حتى المديكيشن إذا بده يكون اجريسيف ولا لا، يعني المريض بيكون ستيج 2 او ستيج 1 هيدا الزلمه مش حيكون التريتمنت تبعه، خاصه على مستوى الالكترولايتس والانيميا والفلويد بالانس، مش حيكون مثل مريض مثلا ستيج 3 بي. اوكي، طب انا عندي بس هيك سؤال او خبله هيدا، لانه بالنهايه المهم لكن اعرفه انه دائما دائما اي مريض عنده كرونيك كيدني ديزيز نحن بنحسب له الجي اف ار. هلا في اثنين فورمولا، في كروكوفت وفي شيء اسمه ابي سي دي. ابي سي دي هن بس عباره عن يعني هن تول بيساعدونا نحسب الجي اف ار. نحن عاده ما عم نستعمل الكروكوفت، صاروا اغلب المحلات عم يستعملوا شيء اسمه ابي سي دي. صراحه بالضبط الفرق انا بينتهم ما بعرف، بس ريكومندد هيداك اكثر، ممكن بياخذ بعين الاعتبار الشيء الثاني. فنحسب نحن الجي اف ار عند الزلمه ونشوف اي ستيج هو، وعلى ضوء من قرر شو حنعطي تريتمنت. اوكي، بس كلمه بتسمعوها كثير انت ستيج كدني ديزيز، انت ستيج كدني ديزيز معناتها هذا مريض عم بيغسل عم بيعوز بيرمننت دياليسيس ديسبايت شو الكرياتين الليفل اللي عنده. يعني ممكن يكون بس كرياتين الليفل 5 والجي اف ار يعني يكون يمكن 4، بس هذا الزلمه عم بيغسل طول الوقت ما بيعطي يوران، بدل عنده electrolyte disturbances، بدل يعمل volume overload، عم بيعوز طول الوقت غسيل، هيدا خلص هذا بنسميه stage kidney disease. so شو هن ال causes مايل؟ نحنا مثل ما قلنا أي damage على الكلوة over يعني over time، مش إنه بس acute onset يعني it's chronic insult على الكلوة، هيأدي إنه هيدا الكلوة مثل أي شيء بالجسم. يعني الواحد يضل يضرب على يعني مثلا واحد يجي طول الوقت يعمل مثلا تروما على ايده اخذ تعمل سكن نيكروسس، والكدني نفس الشيء يضل تنضرب مزبوط من حيالله استيمولس معين او من حيالله توكسيك ايجنت حتعمل اخر شيء نيكروسس وحتموت هيدي الشعفه وما عادش حتشتغل، حنفض الريفرسبل دامج. واحده منهم الدايابيتس عنده ماكرو مايكرو فاسكولار كومبليكيشنز. واحده منهم هو الجلوكوز بحد ذاته اتس توكسيك برودكت for the kidney، يعني أولاً بيعمل chronic infection، ثانياً حتى بينزع الأندوثيليال سيلز، يعني بيروح يعني مش هيك بنلاقي إحنا مرضى الدايابيتس بيعمل مش بس إنه مشكلة بالأندوثيليوم تبع الكلوة، بيعملوا مشكلة بالأندوثيليوم تبع البرين تبع الهارت تبع البريفيرال أرتريز،
هو الجلوكوز بحد ذاته هو بيعمل توكسيك افكت على الانتيتيريال سيلز وبيخرب هول الفاسلز. ومشكله الدايابيتس مثل ما بتعرفوا انه في كثير ناس ما تهتم، في كثير ناس دايجنوزد وما بتاخذ الدواء اصلا، وفي ناس ما بتكون اصلا واعيه للموضوع. يعني بياكل سكر وبيعرف السكر عالي عنده، او ما بيعرف السكر عنده بياكل سكر، او بيعرف السكر وما بياخذ الدواء، او عم ياخذ الدواء عم ياخذه غلط، او ما عم بيتابع عند الحكيم بعده على نفس الدوز القديم، هو يمكن لازم يعلل عنه عم ياكل زياده صار. فالدايابيتس بحد ذاته هو بيعمل كدني انجري، يعني هو كرونيك اصلا كونديشن. اي كرونيك كونديشن الجلوميرولونفرايتس. هلا الجلوميرولونفرايتس كمان بدها تكون كرونيك، يعني مثلا والله واحد معه مثلا نقول صار عنده لنقول مثلا هي مره شفنا عامل بيالونفرايتس كبر على حاله ما راح على المستشفى، ضل جمعه جمعتين ثلاثه جمعه نقول جمعه وجمعتين ضل عمل اخر شيء ابسس ابسس بقلب الكدني. هذا الابسس صار ياكل جزء من التيشو تبع الكدني، بدل ما يكون عنده 10 بارت هلسي يشتغلوا وياخذ انتي بايوتيك، هذا الابسس تجمع اكله 2 بارت فوت بكروني كدني ديزيز لانه ما اخذ الدواء مزبوط او لانه ما لحق حاله بالوقت المناسب. ادلت بوليسيستيك كدني ديزيز اتس كرونيك اصلا، هي هيدي لحالها انتيتي، يعني انه هذا الزلمه بيكون في عنده سيتس بكل يعني بتصير مش بيصير في عنده مش انه مش فايبروسيس، يعني مش انه والله بيصير في عنده مثل تليف بالكلوي، لا بيصير في عنده كلها سيتس. نحن بس مثل ما قلت انا انه اي كرونيك كونديشن هي حتعملنا نحن الريفرسبل دامج، يعني مثل ضربه عضليه كل الواحد اخر شيء جسم ما حيقدر يعوضها. سو اي مشكله بتخطر على بالكم هلا بيمر بجمعنا الكوز بشكل سريع يعني بيرجعوا. طيب لما نحن بنجي بدنا نعمل انفستيجيشنز بنعرف شو عندنا السبب مثل العادي، يعني اذا مريض كان ديابيتيك باخذ له يورين اناليسيس بشوف الجلوكوز بالبلاد، باخذ له اتش بي اي 1 سي، باخذ له فاستنج جلوكوز، هيدا بعبر لي قديش الجلوكوز ليفل عنده مع كرياتينين هاي وما في شيء تاني بفسر، بقول مثلا هيدي دايابيتك نفروباتي اكيد مع شيء تاني، بشوف البروتين ان قلبه بان يورين وبشوف يعني مثلا جي اف ار وقد ايه وباخذ بعين الاعتبار كل هالبارامترز. او مثلا اذا واحد عنده كرونيك بيلونفرايتس يعني كرونيك انفلاميشن او كرونيك جلوميرولونفرايتس، هلا الجلوميرولونفرايتس بنقصه في شيء انفكشنز في شيء اوتو اميون، كمان مريض يونغ عامل كدني انجري هاي شفناها مثلا عندنا بالمستشفى انه جاي المريضة كرياتينين 10 عم تعمل هارت فايلير عمرها 16 سنة مع ليفر فايلير، انه هون حنفكر نحن اكثر مش انه دايابيتس وهايبرتنشن اللي عمله مالتي اورجان فايلير، حنفكر اكثر باوتو اميون ديزيزز، بنصير نفكر باللوبس، بنفكر مثلا ب يعني برايمري جلوميرولوزينج برايمري سكلوزينج جلوميرولونفرايتس، او مثلا نفكر مثلا بفوكال سيجمنتال، يعني هول الانتيتي اللي يعني يجولي ما بنشوفهم نحن كثير بلبنان. بنطلب اكيد بروتين تو كرياتينين ريشيو، ليه؟ لانه نحن ممكن يكون في عندنا كرياتينين عالي بس الالبومان يمكن يكون عنده مثلا مايكرو البومنوريا الزلمه او ماكرو البومنوريا، هيدي بتساعدنا ليه؟ لانه بتساعدنا بالدواء اللي بدنا نعطيه للزلمه. يعني مثلا اذا عنده اذا هو مثلا احنا بنعرف انه بس يصير في عندي انا مشكله مثلا عند الاندوتيليوم تبع الرينال فاسلز، هذا الاندوتيليوم حيصير يهرب القلب، القلب ما المفروض يطلع هو الا بكميه كثير قليله، يعني ما انجب ما ببين حتى بالتست اللي بنعمله بالرينال اناليسيس، بس نلاقي مثلا بروتين بلس 1 نحن دس مين انه في قلب من عم يطلع، هذا القلب عم يطلع يمكن لانه الاندوتيليوم هو مثلا انه هيك ثيوريتيكلي مثلا أقول انتزع وصار يظهر ألبومن، فأنا لازم ما أخلي الألبومن يطلع لأنه الألبومن بس يطلع أنا عم بخسر أوكوتيك بريشر، عم زيد الثيرد سبيسينج، عم خلي الماء يروح من الانترافاسكولار الاكسترافاسكولار، عم خفف الأفنك تبع كثير إشياء تانية. الألبومن هو والألبومن هو واحد من البافرينج سيستم بالجسم، هو حي كل مشاكل يعني كل الفيزيولوجيا متعلقة فيها حتنضرب، فأنا ممكن أعطي دواء لخفف هذا الشيء هلا بنحكي عنه بعدين. عندنا الكدني التراساوند كمان انا انه اذا عندي كرونيك انفلاميشن كرونيك بيلونفرايتس كرونيك اوبستراكشن، وبتساعدني كمان الالتراساوند ليه؟ لانه هي بتشوف لي السايز، يعني تخيلوا انتم مثلا اذا في بارت عامل نكروزز بتلاقيه عامل هيك شرينكج الكدني، ما بتكون هيلثي بحجمها الطبيعي، بتكون هيك زمت شوي. حتى كمان انا بشوف ال يعني الديفرنشيشن بين الكورتكس والميدلا، هيدي انه اذا كان عندنا كدني ديزيز بيكون في فرق اكثر من انه بالعاده، يعني بين الميدلة اللي هو السيستم من بالنص والكورتكس من برا، هيدي أكثر شيء خاصة بالريديو.
سي تي والكدني بايوبسي. على الكدني بايوبسي يوجوال اللي نحن عم نعملها عن مرضى مثلا ما عم نعرف الدايجنوسيس، يعني مثلا طلبنا الاي ان اي، طلبنا روماتويد فاكتورز، طلبنا سي ان بي ان، طلبنا كل شيء ما لقينا الكوز، بنروح بنعمل كدني بايوبسي. بس كمان مريض اذا كان هايبرتنسيف وعنده دايابيتس ومنه كنترول وبس ظبطت له الدايابيتس تحسن شوي الكدني فانكشن، ما بروح بعمل كي بايوبسي. سو بايوبسي بس انديكيتد ويوجوالي بالجلوميرولر ديزيزز، يعني اللي بين النفروتك والنفروتك سندروم، هون بروح بعمل بايوبسي لاعرف بس شو التايب، يعني بالمينيمال تشينج ديزيز اذا واحد كان كثير صغير ولازم اعرف اذا بعطيه ستيرويدز ولا لا. السي تي سكان حسب شو الفايندينجز، يعني اذا عملت الترا ساوند مبين عندي كثير واضحه لسبب من الاسباب او مش قادر اعمل الترا ساوند او الحكيم ما قادر يوصل، بعمل سي تي سكان ساعتها شوف اذا في عندي اوبستكشن، عندي شيء ماس، عندي شيء مقيمه. يا بالنهايه هول ايمجز بس حيفرجوني الحجم، ما حيخبروني اكثر انه شو عم بيصير جوا بالفيزيولوجي. شو ما كانت تكون السبب، نحن عنا بروجريسفلي، يعني مثل ما قلت انا كل ما بتنضرب منطقه بصير شوي شوي يخسر الفانكشنز تبعها. بضل لي هون بقول لك هي معلومه حلوه انه مش كل مريض سي كي دي يعني ما ببول، لا بضل الواحد عم بقول بعدي نورمال كدني فوليوم لحديت ما تصير الكدني فاير تحت ال 25%، يعني بيبقى عندي بس جزء شغال ساعتها انا بطل عندي يعطي البيشنت. اوكي انا اوقات بيعمل الجول يا اوقات بيعمل انريد رجع بيفتح، بس انه تو كيف مش كل مريض اذا ما بول يعني اذا عم بول يعني كله تمام. اوكي خلينا نحكي هلا عن الساينز اند سيمبتومز، هيدي بيدكم اكثر شيء وهيدي يمكن اكثر شيء فيها انتراكشن. اول شيء لنحكي مثلا عن موضوع الاكيموسيس نبلش بالاكيموسيس والبربرا. يعني احنا مثلا بنعرف انه في عنا كوغليشن سيستم هو مسؤول عن موضوع يعني هو مسؤول عن موضوع انه تمنتين جود بلاد هيموستاسيس ماشي. ومرضى اللي بيكون عندهم كدني فيلير، واحدة من الثيوريز اكيد في كثير نظريات بهذا الموضوع انه بصير في عندهم هول السموم موجودين بقلب الجسم، فهول السموم لما يكونوا موجودين بيمنعوا الاكشن تبع نورمال كوجليشن فاكتور، فبصير المريض عرضه انه يعمل اكيموز اكثر من غيره، بدل ما بس يضرب ايده انه بدل ما يظهر شويه بلاد ويرجع الكوجليشن سيستم يسكر المسل لانه في عنده سموم كثير ما بيشتغلوا مضبوط هول الكوجليشن فاكتور. هيدي وحده من النظريات. او مثلا ما بياكل فيتامين كي ديفيشن صار عنده ريسك انه يعلي الكوجليشن، او انه الكوجليشن فاكتورز هن ديبندنت على الفيتامين كي وعلى النيوتريشن تبعهم عم يتصنعوا. هيدي وحده منهم. بيلر يعني بتلاقوا هيك لونه مصفار طبيعي، كلياته يوريا كلياته توكسينز وعنده نوزيا وديكريس بيون تاخذ له لونه هيك. بلورايتس كمان نتيجه التوكسينز، التوكسينز اللي بحد ذاته اللي بيعملوا بلورايتس، ان كان الامونيوم او كان جزء من البيليروبين اذا ما عمل له اكسكريشن بقلب الكدني. يعني على هيدي اكثر بنشوفها نحن لما يكون كونجوجيت عالي ويكون عندنا مشكله بالكول بلاد. سو هيدي ميل لعسكن، فبتلاقوا هيك شكله باهت بيكون السكيدير. تاني شغله الكارديو فاسكولار، مثل ما قلنا نحن انه شغله الكلى بتخلص من المي الزايد، سو ببلش يعبي ويعمل فوليوم اوفر لود. بطبيعه الحال بس يزيد البلاد فوليوم بصير التنشن على الوولز بتعلى، فبصير بلاد بريشر اكثر. مثل ما قلنا بلاد بريشر بس يكون في عندي مي كثير بده يصير في اكوليبريوم بين الانترافاسكولار والاكسترافاسكولار، سو جزء من الميات بدهم يروحوا لبرا. او اذا انا خسرت البومن، شو وظيفه الالبومن بالانترافاسكولار كومبوننت او بالكومبارتمنت سوري بالاكسترافاسكولار؟ يلا هيدا السؤال مين بده يجاوب؟ هيدا السؤال مهم. البومن نحن بنعرف انه مثل حرس حدود اذا بدنا نشبهه. نايس. انتراسلولار واكسترا فلويد وجوده هو اللي بيحمي هالترانزاكشن. حمزة عم يحكي. يا حمزة شو يعني بيعمل هو؟ يعني هو بكب المي ولا بيسحب المي؟ انا بعرف انه بيعمل اكوليبريوم للانكوتيك بريشر صراحه. صح، هو هي هالفكره، هو مسؤول عن انه يسحب المي من الاكسترا فاسكولار كومبارتمنت للانترا فاسكولار. يعني هي قصة عملية بس اكوليبريوم، انت عندك بسل وعندك الاكسترا فاسكولار حواليه، عشان هيك مش دغري بنعطي اللازكس اذا في مشكله بالالبومين. صح، ما هيدي 100%. انت ما فيك تيجي تعطي ليزكس لمريض اوريدي ما في عنده، يعني الليزكس شغله. برافو نسرين. كمان نسرين عم تجاوب على الشات فلويد بالانس ريزرف ووتر وانا جاوبت. اوكي يعطيكم العافيه.
فهي الفكرة انه مثل ما نحن انه بس يروح الدم بقلب، يعني بس يروح الفلويدز بقلب البلد فيسلز، هن عندهم طريقين، او بدهم اذا كانوا كتير عاليين عندي فوليوم اوفرلود بصير الانترافاسكولار يتخلص، يعني هي اكوليبريوم، عرفتوا كيف؟ يعني بس بده يصير في اكوليبريوم عندي، وين في ماي اقل وين في سولت بده يصير في اكوليبريوم بيناتهم. فانا بس لانه هي سامي بيرميبل ممبرين، شو مره نحكي عن البلد ممبرين هي شيء كثير دقيق يعني، فهي سامي بيرميبل بتخلي اشياء معينه تطلع واشياء معينه تفوت. فبس هذا المي يوصل على هذا الفس اللي بيطلع جزء من الفيزيكال هيميوستاسيس. يس بالجسم. ماي بيست دسكشن، بحب كثير ناقش في هذا الموضوع. خلص ان شاء الله النهار المرضي الجاي شيء دسكشن على هيدي. اوكي. فنحن عنا بس البلد فوليوم يجي على قلب هيدي الفسل بصير يطلع لبرا على الانتستيشن نتيجة الجراديان تابعه. اوكي بهو يعني عم نحكي نحن بعدنا باسمولاريتي، كنا اسموتك جراديان، هلا او اسموتك بريشر، هلا هو ماشي الدم بصير يخسر مي، بعد شو بس بعد ما يخسر مي في عندي انا بروتينز اللي هني ماكرو موليكيولز موجودين بقلب الفسل بيمنعوا انه كل هالميات يطلعوا. ليش مش كل المي بيطلعوا؟ لانه في عندي انا بروتينز بيمنعوا بدهم يحبسينه جوا بهن الالبومين. فانا بس اخسر البومين بالكرونيك كيدني ديزيز مثل ما قلنا، فالبومين ما بصير يطلع بالكلوي لازم يضل بالجسم. بس اذا الاندوثيليوم بقلب الفسل تبع الكلوي انضربوا وبطلوا كثير هيك مسكرين على بعض انفتحوا شوي حيطلع الالبومين حاخسره، حيصير في عندي انا ماشي يعني ما في هذا الحرس اللي كان عم يحكي عنه حمزه حيبطل موجود، فحيصير يطلع المي لبرات الجسم كلياته بالاضافه لموضوع السولت. انا ما عم بخسر السولت مضبوط. سو احنا هيك بنعرف السبوت يورين للبروتين بنقدر نعمل تراكينج ساعات. صحيح، مش هيك احنا كنا عم نقول انه قبل انه احنا بالكلاسيفيكيشن تبع السي كي دي بهمنا نعرف اذا في عنا بروتينوريا ولا لا، لانه كنت عم نقول قبل انه في دواء بنعطيه نحن ليمنع انه هالالبومين يطلع لبرا. اوكي ما حقوله ما حاسالكم اياه انه هلا بصير كانه هي بالفارماكولوجيكال تريتمنت. طيب شو الفرق بين البيتنج والنون بيتنج دي؟ ما هلا هيدي مهمه كمان، هيدي مهمه نعرفها. انت قصدك بالبيتنج بدك الكاركترستيك للبيتنج ايديما ولا الكوز لا الكاركترستيكس، يعني انه شو الفرق بينه وبين النون بيتي او انه ايه كاركترستيك كيف بيجي البيتنج كاركترستيك بالفيزيكال اسسمنت ولا شيء، بتحط يور فينجر اصبعك وبتشيله بتلاقي صار في مثل جوره احسن بتعمل مثل هول صغيره وبتطول أيوة. لترجع صح، وعندنا كاركترستيكس لها او بالاحرى جريد لها، ممكن يكون 1 2 3 بلس 1 بلا مهم ما بفيدنا كثير هيدا. والبيتي النون بيتي هلا شو الكوز اجمالا يعني شو، او اذا بدك شو الفرق بين البيتينج والنون بيتينج ان تيرم اوف كوز؟ يعني انا بس شوف البيتينج ايديما هي بتجي يعني اتس اوفن ديو تو اكسترا ووتر بتجي، النون بيتينج ايديما هي يعني بتجي من اذر فاكتور مش اذر يعني مش بس جاست فلويد يعني. اوكي هلا في عنا حدا هو سؤال الدكتور عم بيقول شو ديفرنت بتوين بيتينج اند نون بيتينج؟ لا هي ما انا هي قصدي انه نحن عندنا صعد، يعني قلنا نحن البيتينج هو شيفت اوف فلويدز، يعني عم يطلع المي على الاكسترا فاسكولار كومبارتمنت، عم حط اصبعي عم لاقي في مي لانه بالنهايه هيدي مي يعني. بينما لما يكون الفلويد شوي ثيك اكثر فيه بروتين، هيدي بعالم الهارت فيلر والكيدني فيلر. برافو، لانه هن بيصيروا جمعوا مي هولي مثل ما شغلت نسرين. دكتور جاوبت شي مهم. نسرين عم تكون مشاركتها مقتصرة على الشات، يمكن أنا صاري ما عم بنتبه لأنه التليفون ما ببين كل الناس بتحكي. ما في مشكلة أنا عم بكون على الشات يعني ريدي، بس أي حدا أوكي بس هي جاوبت شي عشان موضوع أنه هي ممكن تكون كاردياك أوريجين عم تسأل وإكسترا سيلر فلويد سايلنت. صحيح انا هذا كان قصدي انه بس نحن بيتينج ديما يعني ما اللي هو يعني اكسترا فاسكولار او بالاحرى اكسترا فاسكولار ووتر، يعني هيدا عم يطلع من الفيسلز على الاكسترا فاسكولار سبيس، عم حط اصبعي انا بالنهايه المي ما عنده المي منه سميك، المي بياخذ الفوليوم تبعه مكان، يعني تخيل عندك انت بالون عبي مي حط اصبعك عليه بفوت لجوا،
بس اجيب التراب حط عليه قماشه فوق القماشه كبوس، ما حياخذ كثير فوليوم مثل ما اذا عندك مي. المي يعني اذا جبت انت مثلا جيلو، سوري مش مي، جيلو حطيت عليه قماشه وكبست عليها بتلاقي اصبعك فات لجوا، بينما التراب لا، الكونسستنس تبعه اسمك ما حتفوت كلياتها لجوا، بتحطهم هاي البيتي والنون بيتي. كان شوف البرسبريشن الووتر من البادي، برسبريشن يعني بتلاقي المريض عم يطلع ووتر. يس مش عم شك سواتينج، ما عم يعمل سواتينج، بيكون عم يظهر ووتر، بتكبس عليه بيظهر ووتر. صح هيدي في منها هول ليك هلا بس شايفهم بالليفر سيروسس هول الكيس، اللي بتشوفهم بمحلات كثير ادفانسد بيكون، يعني بيكون المريض يعني انت بالنهايه الابيدان يعني السكان فيها عندك انت كم يعني الناس انا صراحه باللايرز، بس بالنهايه انت في عندك لايرز وبيناتهم في جنكشن وكل لاير بيناتهم في جنكشنز، يعني انت في عندك صح. ال يعني الابيديليوم فوق في عندك اولى والثانيه لتوصل اخر شيء للكيراتين لاير، فهول بيناتهم في جنكشنز، هول الجنكشنز اذا بتشيل تشتشت فيهم انت بيفتحوا، فمش هيك بتلاقي انت المرضى بس يعبي كثير مي اخر شيء بيصير يفتح من ورا البريشر، يعني ايوه من ورا البريشر بيصير يطلع المي لبرا لانه يعني ما في تريتمنت، يعني هي ادفانسد وان تريتد كونديشنز او ليت تريتد كونديشنز. صح مشان هيك اهم شيء ينعطى هذا المريض يعني مثلا ديوريتكس، ينعطى قلب من اذا هو عنده قلب من كثير واطي، هلا اذا كانت كثير ادفانسد بينعمل له دياليسيس، هلا دياليسيس يجي ما كثير بتفيد مور بيشنت، بس انه بدك تعطي ديوريتكس اكيد، يعني بدك تحاول تخفف ولا بصير يفسخ، عرفت كيف؟ صحيح انا شايفهم الفيتشرز قدام. صح اللبن كله الوقت بيكون صح، انا بدل انه هذا very advanced stage. صح mainly بمنطقة الـ appendix يعني الإجرام اليدان اخر شيء بالاطراف، هي اهم شيء ليه بالاجرام لانه بالنهاية ما حيجمي محل ما البرشة بتكون عالية low circulation في ضغط على الفالفز اصلا already بيكون يعني صح already في عندك pressure، يعني القلب ليطلع الدمات من تحت لفوق بده قوة، زيد عليه شوية heart failure زلمة كبير بالعمر، وهون محلات اكثر شيء قريبين على الجرافيتي، انا حتلاقي كل الدم اصلا هو تحت. انا اخر كيس شفتها هذه من شي شهرين لمريض عم يعمل هيباتورينال سيندروم. يعني مشكله بس واحد يعمل هيباتورينال لانه بصير المورتاليتي كثير عالي عنده 50% يعني جمالا ما بيطلعوا منها. صحيح مرضى الكوفيد عم يكون الفيتاليتي 80% فيهم بالكيس الهيباتورينال لانه عملوا مع المشكله، يعني بالنهايه اصلا هو اتسداد لكومبليكيشن يعني ماكسيموم بس تشعر حسب الطايب إذا وان ولا تو، بس جمالا ما بيعيشوا كتير يعني اللي بيعملوا هيباتورينال يعني الكلوي ما عم تشتغل، ما في عنده بلاد فلو قبل الجسم، كله عم بجمع بالبيريتونيوم، ما في حال يعني بالنهاية. فقلنا لكن البيتنج إديما عنه المي طلع وبريكارديال افيوجن بنفس الحال، يعني بالنهاية بيعمل بريكارديال افيوجن بيعمل برول افيوجن وين ما كان بيصير جمع المريض مي، يعني كان بالسكن أو بغير محلات. قلنا الأنيميا لأنه نحن بصير في عنا الـ APO بينضرب أو بالأحرى سوري الـ Erythropoietin ما عاش بنعمل له secretion، ولأنه الدم ما عاش بياكل منيح، وكمان الـ Platelet Dysfunction مثل ما كنا عم نحكي، أو لأنه الـ APO بينضرب كمان لأنه هو كمان بيأثر على الـ Function طبعا. هلا الـ Erythropoietin بيأثر على الـ Platelet Production كمان ولا بس بيأثر على الـ لا لا بلا بيأثر، انا برجع بتاكد لكم منها بس اذا انا ماني غلطان يعني بمعلومات الذاكره انه هو عنده افكت على الميجا كاريوسايتس. اوكي حتى له افكت على يس وهو اوريدي يعني الزلم بيكون مثل ما قلنا نحن عنده مشاكل كثير بقلب ال شو اسمه السيركيليشن تبعيته، هذا الشيء بياثر على البلاتيت فانكشن. صح اوكي ما بيصير اصلا عم يصل اصلا سيركيليشن صحيح على البون مارو بالاساس بتصير يعني. صح وهي وحده وعندك توكسينز كثير بالجسم، فهول التوكسين بصير يضربوا كل شيء الكلوتينج فاكتور وغيره. كمان اوكي طيب اوكي فا اوكي تاني شغله بدنا نحكي عنها ما غلطان صح، هو الاريثروبوليتين عنده شويه عنده ايفكت على الميجا كاريوسايت. بدك اقرا السلايد دكتور ولا بعد لا خلي بعد ما بعد عنك كم شغله. طيب لو ميجر ايفكت دكتور عم يعمل لا مش ميجر، لا مش مثله مثل ال مش مثل ال الاريثروبويت او مثل مش مثله مثل
اريتروسايت سينثيسيس، بس انه عنده بلا افكت عليها. اوكي يعني عنده دايركت افكت عليها. اوكي اوكي سو عندنا البلمونري سيستم. البلمونري سيستم كمان بس يصير في عندي انا كثير مي بقلب الجسم، بكون في عندي هيك شويه هارت فيلير، بيصير الدم يروح من الرايت فنتريكل على البلمونري سيركيليشن، يعني بيصير على اللفت فنتريكل او لفت اتريوم لفت فنتريكل، بكون شوي تعبانين هول، ببطل القلب يضخ، بصير شوي شوي يجمع وين مكان، بجمعوا بقلب الروايه، بيعمل بلمونري اديما. البلمونري اديما بس يحس واحد سمعته بصير بيسمع كراكلز، اوكي نتيجة المي موجودة. وبس يكون في عندي انا كثير مي، الزلمة ما عم ياخذ نفس منيح، بتلاقيه بك بريك صار، لأنه بده يعوض هيدي الأكسجين ديماند اللي عنده. هلا البلوريتك تشست بين طبيعي، إنه في عندي مي عم يعمل إريتيشن بقلب اللونجز، وبس ياخذ نفس الزلمة بحس بوجع. هلا النيورو وايز هي أهم شغلة هيدي، اللي هي الكونفيوجن والفتيج، يعني لأنه عندي أنا أمونيوم عالي. الهايبر امونيميا بتعمل كونفيوجن، لانه الامونيوم عنده ابيليتي انه يعمل كروس للبلود برين بارير، فبيروح هذا الامونيوم من الفاسلز لبرا على السي اس اف، بيعمل دايركت دامج على النيورونز. اوكي هلا تريمرز ريستلس لاج هولي اكيد، يعني انه كون اي مثل اي نيورولوجيكال ديزيز، يعني سيجر اكيد واحد من الديفرنشال دايجنوزز للسيجر هو الهايبر امونيميا، هو الالكترولايت ديستربنس، يعني مش ضروري بس الامونيوم، في كوبر الصوديوم خريب بيعمل لي كمان انا نتيجه، لانه بالنهايه هو الصوديوم مسؤول عن الاكتيفيتي. سو بس يوضح كثير بيصير في عندي لو ثريشولد لل او انه شو اسمه هاي ثريشولد للاكتيفيشن اللي هو يعني بس الدخل بتصير تعمل اكتيفيشن او بس يعني سوري ما بحسها بس يعني كثير بصير، ما هو احنا بنعرف انه بس يصير في عندي انا كيف بيصير في عندي الكتريكال كوندكشن، إنه بيجي الصوديوم بيفتح البورت تبعه بينزل الانفلاكس قلب النيورونز، بيفتح بعدين البري سينابتيك وبوست سينابتيك وهالاشياء، هو كلهم بيتأثروا بالالكترولايت. بس كيف عندي امبالانس ممكن هولي ينضربوا ويعملوا لي ساعتها سيجر. ماسكولو سكيلتال هلا ماسل كرامبس بون بين والفراكتشر. اوكي هلا هولي هاي الانتيتي هي شوية تكاد اللي هي اذا بدكم من دكتور بس هيك تفضل اعرف على المقاطعه مره ثانيه. في بيشنت هلا في بيشنت هلا بالاي سي يو القديمه تبع عنده دوبن جونسون سيندروم، فكر لازم نشوفه، يعني عنده الارتيز هاي. شو هو عنده دوبن جونسون سيندروم؟ ايه مشكله مش يعني سامع فيه، انا اول مره كنت بسمع فيه، عملت عنه سيرش يعني. بالدوبن جونسون هذا البيشنت كان بيرجولر فلور، كانش عم يشكل اي شيء، صار له 10 سنين عنده اياها، لون السكن عنده بلاك طبيعه الحال، مره قصه الكونجكيت بالروبن. من فتره عمل رينال فيلر، هلا عن جد عمل رينال فيلر تقريبا 4 الكرياتين صار، مع انه كانش الكرياتين افكتد. كنت بدي اسالك هلا قزم له حالته ريميديز فير اللي عمل اللي وصله لمشاكل زياده بالليفر، حتى عملنا مشكله هيباترينال سيندروم ولا لا؟ ما خص هل هو متى دايجنوست كان؟ شو اسمه؟ بدوبن جونسون. دوبن جونسون صار مشخص فيه اكثر من 8 سنين، قال لي بلش لونه يغمق. اوكي بلش لونه يغمق من قديه؟ سوري من 8 سنين. من 8 سنين. انا كنت بدي اساله، طب هو عنده مشاكل اساسا بالليفر. اوكي احنا بنعرف الريميدي سفير بعض الكيسز عم يعمل كمان ليفر فيلر طبيعي. هل معقول الريميدي سفير عمل لك سيرفيشن بالكيس؟ طب قلت له يمكن ما خص، هو اوريدي حيكون حيفوت بهالكيس يعني ويب. هو عنده هيباتورينال سيندروم هلا؟ هلا هيباتورينال سيندروم نزلوه اي سي يو، كان بريجولار فلور بتذكر، كنت انا مرقت اسبوع بالثالث بري اي سي يو، كان الامونيا ليفل عنده هاي ان ذا سكاي، وكان اساسا له اي سي يو بس انه ما انه انتيوبيت، هلا نزلوه على اي سي يو. هلا بدك تشوف بالضبط هو شو صار عنده، يعني هل هو بس اخذ الريمديسفير عمل ليفر فايلي؟ يعني انا شخصيا هيك اعتقدت، انا هيك بعتقد اوريدي اصلا هاي عنده من قبل الريمديسفير، بس قلت حتى يعمل انا رينال مانيفستيشن بدي عم فكر كده مسأل، هل مرة الكوفيد حتى وصل لرينال فيلر ولا من ورا الليفر ضغط عليه زياده بموضوع الريمديسفير؟ انه عرفت انه هيبقى توكس. ماشي هلا الهيباتورينال سيندروم عنده كاركترستكس بالنهايه،
بتقول انت انه الليفر هو اللي عامل الرينال ديسفانكشن، فبيكون في عندك مظبوط الفيت، يعني مش معقول المريض ما يكون عم يعمل. يعني انت ليش بيصير في عندك شو مره نحكي اذا بدكم على هالتوبيك، هو صح كومن خاصه بالليفر سيروسيس بيشنت. الهيباتورينال سندروم هو عباره انه مثل ما اسمه بيقول هيباتورينال، يعني ضرب شو هي، يعني انت في عندك بين الكدني وبين الليفر اناتوميكال لينك، بهن السبلانك فين بيفتحوا اخر شيء، بفوتوا بالسبلانك سيركيليشن وبفوتوا على قلب، يعني بيرجعوا على البورت الفين وبيدخوا بقلب الليفر يعني. اوكي، وعندك انت كمان يعني كلها، يعني عندك هيدي الفين السيركيليشن كلياتها بترجع عادي الليفر ماشي. طيب، وعندك انت جزء كبير من هيدي السيركيليشن كمان بيغذي الانتستين، وهالانتستينز بيرجعوا كمان على البورت سيستم. اللي بيصير انه مالي، يعني ليش بيعمل بارت الهيب، ليش بيصير في عندي انه انا اول شيء الليفر انضرب، هيدي اول ليفر، بس انضرب هذا الليفر نتيجه فيبروسيس سيروسيس اي شيء، ما عادش عم يطلع الدم اللي عم يرجع بالبورت سيستم، عم يعلق هونيك ما عادش عم يقدر يطلع لبرا لانه سكرت الطريق. وان سكرت الطريق بيصير يجمع هيدا المي، ويجمع هالمي وبتضل، يعني بصير تجمع اول شيء المي بقلب السبلانك، يعني بقلب الابدومن، اذا بدك بقلب الابدومن بس تبلش تجمع المي بصير تزيد تدريجيا. هيدي واحد. اثنين، الليفر عنده ability انه هو يعمل detoxification لكثير اشياء، عنده مصفية ثانية غير الرينال مش هيك؟ من ضمن الامونيا. صح، واحدة من الامونيا. صح، بس يا كثير اللي كمان التوكسنز بالجسم بيصيروا يمشوا بقلب الفاسلز. طيب، زي هول الشغلتين، اول شيء بس عبى مي بقلب الليفر بقلب الابدومن نتيجه انه الليفر ما عم بيصلح، وبس زاد كمان هول البرودكتس اللي مش منيح، بصير الجسم السيركيليشن تبعيته بتاخ بتخف، لانه شو عم بعمل انا؟ عم بشرب مي، عم بسحبه من البورتال سيستم بالانتستنز اللي عندي، ما عم يوصلوا على الجسم، وعم بضلهم تحت قاعدين بالبطن. طيب، بس يضلهم قاعدين بالبطن، زيد عليها التوكسنز اللي انا عم كبهم اللي عم يعملوا فازو دايريتيشن، ما عادش في برفيوجن بقلب الاورجنز، ومثل ما نحن انه الخلو منا هي ميجر اورجن، الجسم حيحاول شو يعمل يوصل الدم اللي بقى عنده لانه ايوه الهن اهم اورجنز، يعني اوريدي الليفر انضرب، الهارت والبرين، فبصير يخف كثير الفلو على الخلو، بس يخف كثير الفلو على الخلو مشكله صار. طب شو الحل؟ هون بتصير شو بدي اعمل؟ بالميات عم بقدر اطلعه من الابدومن على السيركيليشن، واجي احط له اي فين الزلمه مع دبل دح يصرف الحلوة عنده، والتوكسنز ما حقدر اخلص منهم، يعني بالنهايه ما في عندي انا اورجن بيشتغل شغل مش كفايه، يعني هول التوكسنز اللي موجودين بالجسم عم يعملوا فازو دايجريشن طول الوقت، وهن عم بيأثروا على الارتس حتى طبعا الرين الارتس، يعني بالمايكرو سيركيليشن هول التوكسنز عم يضربوا الرين الارتس، ما في يتحكم فيهم هول، خلص موجودين الجسم بده يعمل كاتابوليزم للبروتين وللكربوهيدرات ولكل هالاشياء، بده يطلع عنه اخر شيء انه هول الويست برودكت. سو شو بدي اعمل ساعتها؟ بطل يوصل دم على الكلويه، بتفوت انت بالهيباتورينا، اول شيء بتعطي لازيكس، انت ماشي الحال عم بيظهر عم بيظهر، بتزيد على اللازيكس انتاكتون بضل ظاهر وعنده اصعيد، اخر شيء خلص البوتاسيوم سباري ما عادش في اخر شيء، يعني ما عادش يطلع مي، الكلو ما عم بتشتغل، ما عادش في ديوريسز، ساعتها بتفوت مثلا بالهيباتورينال سيندروم. عرفت؟ بس انت بدك تقول انه هيدا عامل هيباتورينال، بدك تكون الانجري بلشت بالليفر وانتهت اخر شيء بالكلو. انا هلا الرين بدك شو بدك تلحق، انا بحكي انه كانوا الانزيمز هن، انا لحقت شغل، انا المريض كان ريجولر ما في مشاكل ابدا ريستوريشن، بس انه هو المريض كوفيد بوزيتيف عنده كاف وشويه انفلتريشن مع مايل كونسوليديشن بالاكس راي. المريض من بعدها طلعوه على البري اي سي يو لانه عم بخف اليورين عنده، بس بهذا الوقت اللي كان فيه تحته كان بياخذ ريمديسفير. هلا بدك تشوف ليش كان، بدك تشوف ساعتها ليك مع كون الكيس، انا ما بعرفها ما في اعطيك جاجمنت، خلينا ما نشوف الملف كله، بس بريفلي هي هيك بدك تلحق الترند، هل يا ترى كان ريمديسفير؟ يمكن يكون انديكيتور، يمكن ما يكون، انه ريمديسفير ما فيك تعطيه الا باول فيز، هاي مشكلته، ما فيك تعطيه بعدين متاخر عليه كثير. هو كان بعده باول فيز البيشنت. لا الابلكيشن عندك بالاول انت بتصير من الكوفيد. فا ممكن، يعني انا قلت انه
انه بوقت انا لما شفت الافتيز هاي كان شيء يبلش اصلا ب انا صراحه ما بعرف اذا كونترا انديكيتر اذا كان عندي انا انه اذا اي نفس اللي لازم بلش بس هو بقول لك انه احسن ما يموت لكن نرجع هيدا بنشوفها بعدين على رواق اذا بدك بس انه هيدي المين بوينت دائما الحق الترند دائما ماشي دكتور شكرا لك ولو حبيب نحن كنا عم نحكي عن المينرال بون ديزيز. المينرال بون ديزيز هي هيدا انتيتي لحالها بعالم الكدني فيلير. المين الشغل اللي لازم تعرفوه انتو انه patients اللي بيكون في عندهم هن already kidney disease اللي بيصير في عندهم انه بيعلى المي بس يعلى المي بيعمل dilution للصوديوم بيصير عندي hyponatremia او اذا واحد ما عاش عم يشرب مي اصلا بيعلى الصوديوم وبين hyponatremia سو ممكن الاثنين نشوفه بيعمل كمان hyperkalemia الزلمة على نفس المبدأ انه ما عم يرجع يعمل excretion للبوتاسيوم. هلأ بيبقى عندي الفوسفورس والكالسيوم فالفكرة هي إنه أنا بس يكون عندي كدني ديزيز الفوسفورس حيعلى أوكي بطبيعة الحال صح يعلى الفوسفورس بالجسم بس يعلى الفوسفورس بالجسم ليش بدي إنه أول شيء بيعلى الفوسفورس لأنه أنا ما عم بتخلص منه لهذا الفوسفورس لأنه الكدني عندي مضروبة. طيب اللي حيصير إنه حيحاول الجسم شو يعمل هيحاول الا الكد يعني بس يعني عندي انا بس يعني الفوسفورس هيحاول جسمي الا انه تخلص منه لهذا الفوسفورس. هلا وين بتصير القصه كمان انه كمان حيعلى الكالسيوم ماشي بس الفوسفورس حيعلى بشكل اكثر من الكالسيوم. الكالسيوم عنده محلات كثيره بيبقى فيها انترا سيلولر فوسفورس يمكن بيعمل سيركيليشن اكثر بقلب بقلب يعني منه مثل الكالسيوم بس الكلورايد بقلب السيرز من جوا لا موجود وين ما كان بقلب الجسم فهيجي الفوسفوريس يعلق على الكالسيوم اوكي. هيدي اول نظريه بتقول انه يعني خلينا نبلشها سيستماتيكلي سو علي الفوسفوريس علي الكالسيوم. الفوسفوريس اعلى بكثير من الكالسيوم في شغله انه الفوسفوريس نيجاتيف والكالسيوم بوزيتيف بيعمل بايندينج معه بس لانه الفوسفوريس اعلى منه حتكون حيضل هاي هيضغط حيوط الكالسيوم اوكي لانه عمل بايند عليه الفوسفوريس للكالسيوم وهن بيعملوا بايند مع بعض مثل بالعظم اللي بالعظام اللي عمل بون سينثيسيس بتلاقوا الفوسفوريس عم بعلق على الكالسيوم فنفس الشيء بالبلاد بس يكون في عندي انا هول الاثنين مع بعض بيجمعوا مع بعض بتصير بينزل عند الكالسيوم انا اوكي وبالفوسفورس بضلوا هاي لانه كميته اكبر. طيب بس يصير في عندي هايبوكالسيميا بيجي الجسم شو بده يعمل هلا شو رايكم حيوطى الكالسيوم البلاد ماشي عندي كميه كثير ببلش يسحب من البونز دكتور صح ايوه صح حيحاول الجسم هلا يلاقي محل يسحب كالسيوم لانه عندي هايبوكالسيميا من وين بده يجيبه هلا أوستيوبوروسيس بصير في عنا قبل لا هلا نحكي عن الأوستيوبوروسيس هلا بفوت على الستورج لك صح بدي فوت على الستورج مين هي المولكيول اللي بتخليني فوت على الستورج كيف أنا بحرك هول الستورج مين هو يعني شو الأورجن المسؤول عن إنه أنا أجيب كالسيوم من الستورج عنا الليفر البي دي اتش الباراثايرويد صح البي دي اتش هي مايلي فبتقوم البي تي اي الباراثايرويد بتصير تكب بي تي اتش هون بي تي اتش بيصيروا يكسروا البون بيصيروا يعطوني شو شويه كالسيوم فوسفورس صح هون بي تي اتش تعمل اوستيوكلاست صح تعمل اكتيفيشن الاوستيوكلاست فهون شو بيصير في عندي انا بيصير في عندي هون مشكله بالبون انه بيصير في عندي تكسير هاي تيرن اوفر بالبون تكسير زياده فبيصير كثير البون تبعهم فبتلاقيهم بيعملوا كثير ديفورميتيز دغري بيتكسروا هيدي من جهه. من جهه ثانيه كمان انا كيف في ارجع كمان اعوض الكالسيوم غير اني اتحكم بالستورج بالبي او انتيك بيمشي الحال؟ بدك تشتغل على الكدني بحد ذاتها تعمل كيف بدي اقول لك مثل سبيرنج للكالسيوم بس تعمل ريابسوربشن انه عليك بدي اعمل ريابسوربشن والله حلو برافو عليكم هو هيك منطق اللي الواحد لازم يفكر ليقدر يوصل مزبوط للجواب بيفهم شو عم بيصير سو او بدي زيد البي او انتيك او بدي زيد الريابسوربشن نيناتون مين المسؤول عنهم فيتامين دي اوكي فيتامين دي هو مسؤول عن
reabsorption of calcium من الكدنيز ومن الجي اي سيستم. بس شو مشكلته الفيتامين دي؟ توكسيسيتي. لا مش توكسيسيتي، انه الفيتامين دي بس بالاكتيفيشن تبعه بالسيكونس اوف اكتيفيشن بيمرق بالكدني، يعني المفروض صح. هو اول شيء بيعمل اكتيفيشن بالكدني، ما بيعمل اكتيفيشن. صح اذا ما عمل اكتيفيشن صح، اذا الكدني كانت مضروبه ما حيعمل صح، اذا الكدني كانت مضروبه ما حيصنع لي انا الكوليكالز الاكتيفيتد فورم اوف فيتامين دي. فانا بس ما تتصنع هيدي، لا في يسحب من الكلوي ولا في يسحب من الجي اي سيستم. اوكي فمش هيك، احنا في عنا دواء ادويه هي بتيجي الوان الفا صح؟ صح هو بيجي اكتيفيتد فيتامين دي، لازم مش عوض هذا الكالسيوم اللي عم بيصير. وفي عندنا كمان شغله انه بيصير في عندنا نحن اوريدي التوكسينز الموجودين بقلب الجسم، كمان بيأثروا على كل شيء، بيأثروا على الكالسيوم ريسبترز وعلى البول ريسبترز وبيعملوا ديفورميتيز، يعني بيأثروا وين ما كان. هاي مين اللي اذا بدكم يعني البون ديزيز اللي احنا بنشوفهم بالسكين. هلا از مانجمنت وحاختم انا فيها هيدي كون انه بصور الطبق صار دانس شوي، لكن اول شغله بدنا نعملها بدنا نعرف الكوز، يعني مثل ما قلت لكم اذا مريض ديابيتك هايبر دانس ما بروح بعمل بايوبسي، مريض صغير بالعمر عم يعمل كرياتينين تان بريفيستي كان حادثه هو بدي رح نبش على السبب اللي عم يعمل لي انا كدني انجري، لانه اوقات مثلا اذا بعض ستيرويدز بيمشي الحال، اوقات مثلا اذا في فكر له بترانسبلان، اوقات مثلا بدي اعطي مثلا ادويه هول اميونوبوديليترز حسب شو كانت الكوز عندي. ثاني شيء اهم شيء الدايت، يعني مريض اوريدي يعني عنده ما بفلتر الصوديوم والبوتاسيوم وعنده مشاكل بالفوسفورس، يعني كل الاكل اللي هو فيه فوسفورس لازم يخففه، الاكل اللي فيه ملح بده يقلله، بيعمل ريستريكشن دايت. البروتينز، هلا موضوع البروتينز ليه بقول لكم البروتينز لازم يخففه؟ عشان البيورين. هلا اذا كان ريد ميت والخبريات عشان نسيت البيورين واليوريك اسيد صح، هيدي وحده منهم اللي بيعملوا هايبرسيميا الكدني ديزيز، وكمان نتيجه الامونيوم، يعني عندك انت الامونيوم بيجي اكثر شيء من الكاتابوليزمز اوف البروتين، فما في مريض ياكل على راسه قد ما بده ويطلع امونيوم والكلوي ما عم تعمل له فلتريشن، عرفت كيف؟ يعني يمكن تكون مثلا الليفر منيح يحول مثلا الامونيوم لبيو ان، بس ما عم يطلع البيو ان من الجسم، بس يعمل كثير اكيوميشن بيعمل توكسيسيتي. مثل ما قلنا البوتاسيوم مثل الصوديوم، يعني الانتي هايبرتنسيف دراجز هون بتصير القصه، انه انا مريض عنده كرونيك كيدني ديزيز شو بدي اعطيه مثلا؟ مثلا انه بيعمل فوليوم اوفرلود، هيدي وحده، وممكن كمان انه يكون عم يخسر البروتين لانه خربت الاندوثيليال فاسلز. شو رايكم شو بنعطي الوضع الحالي؟ ايس انهبيترز يعني؟ برافو، الايس انهبيترز اذا عندك البومنوريا انت مايكرو او ماكرو البومنوريا مع هايبرتنشن و سي كي دي جولد ستاندرد بتعطي المريض ايس. ليه؟ لان الايس بخفف طلعه الالبومن من الفسلز لبرا، بيشتغل على قصه الالبومن، بيشتغل على قصه الانجي تونسن اللي اصلا خربانه عندنا بالكدني. هو مين اللي هو كيف يعني هو ليه بخفف الالبومن؟ لانه هو يعني عندنا عندك انت افيرنت وافيرنت انتريود، عندك انت بالكدني ديزيز بتكون الافيرنت شد كثير ماشي، بس تكون الافيرنت شد كثير شو بيصير في عندنا نحن؟ الانترا جلوميرال بريشر بتزيد. اوكي بس تزيد الانترا جلوميرال بريشر بصير كل الويتس يطلعوا لبرا، فبيجي عندك انت الانجي تنسن يعني بوقف ال الثارن بتخف الانترا جلوميرال بريشر بخفف ساعتها الالبومين اكسكريشن. اوكي وكمان بخفف الضغط بنفس الوقت، مثل ما قلت انت نحن اصلا مع يعني بالكرونيك ديزيز يمكن يكون عنده هو اصلا الدم عم يوصل مظبوط على الكلوي والانجيوتنسن عالي بصير وبيعلي ضغط بالسلامه مع فوليوم اوفرلود، بعطي ضغط على ريح الضغط. الاي بي او مثل ما قلنا الاريتروبويتين نحن ما بنعطيه الا من صرح اذر كوزز، يعني بنشوف الفيتامين 12 الفيتامين والفوليت فيتامين 12 والفيرتين بنصلحهم ضلوا واطيين ضل الهيموجلوبين واطي اي جو فور اي بي او ساعتها.
اوكي. وكمان عندنا نوماتسكوب ديزيز، يعني كيف ياكل كيف يشرب، يتجنب التروماز، يراقب حاله دائما اذا عم يعمل بيربرا، اذا عم يعمل كيموسيس، يعمل شويه رياضه لاول مسلز تبعوله، مش بس ليكون لانه انت بس اول مسل تبعك بصير هني يتحملوا الستريس مش بس البونز. مش هيك القصه على فرايت سبيشن بيقولوا لهم اعملوا رياضه مثلا لاول مسلز تبعكم لما يضلوا التنشن كله على البون، كمان بنقول له احنا انه مش تخاف التنشن على البون. هلا يعني اخر شيء ممكن واحد يوصل لا حول ولا او ما اخذ الدواء او وصل مرحله متاخره، هيك ساعتها بده يعمل هو هيموداياليسيس. والهيموداياليسيس هو يعني في عنا نحن يعني كذا نوع، اذا بدكم برجع بعمل لكم، مش حاحكي عنهم هلا، ان شاء الله بلكتشر ثاني بعطيكم اياه بعد شوي. هلا دكتور، بمرضى الكوفيد عم ياخذوه شيء كستاندرد تيست؟ عم يعملوا ديفلوبمنت بعدين لقينا الفايلر خصوصا الشباب. شو هو؟ عم شفت كثير اكيوت كدني انجري عند الشباب. هلا لك الاكيوت كدني انجري بالكوفيد بيشنت عندها مالتيبل فاكتورز فيها، او تكون نتيجه امبوليزم سكر لك الرين الارتري لانه هو بيعمل كثير امبوليزم بالكوفيد 19، او اذا هو عم يعمل اي ار دي اس وعامل فيريميا وفاقع شوك الزلمة ما عم يوصل أصلا مفلوع على الكلون، عرفت؟ أو عامل سايتوكين ستور وهي سايتوكين يصير روحه على الكلوي بيعملوا كدني دامج. هو أكتر شيء أزينا إحنا السايتوكين ستور يعني كبير. أو عم ياخد كوليستين طلعت فيها فانكوميسين، يعني حسب كمان الميديكيشنز عم ياخد أول، عرفت كيف؟ أوكي. فمش هناك أنت عندك انه عم يعملوا يعني هن الكدني فيلير بالضبط شو ميكانيزم بعد انه كله عم يندرس هلا ما في شيء انه بيحصل. كنا عم نحكي بشغله ذيك اليوم مع مريم عن قصه الاسبرين. عم يستعملوه، صاروا كثير عم يستعملوه حتى بالمودريت كيس، ما بحكي بالسيفير. صح. تحسس السيركيليشن من جهه، وكان سيد عم يستعملوه صاروا بعض الاحيان. فيك تعطي انت ان سيد عم كل البروجنوستس انه البيشنت سيئه على الان سيد العاديه خصوصا موضوع الكدني. المرضى اللي عندهم كوفيد 19 اوكي هن اوريدي عرضه انه يعملوا، هن عندهم هاي الشوجرز ماشي. yes. ان كان لانه انا ممكن يكون في عندي مايكرو ثرومبوسيس او مايكرو ثرومبوسيس، يعني ممكن yeah. المريض اصلا عنده كانسر وعنده هايبركوفيد ستيت او ما بيتحرك ابدا او عنده هيستوري اكتيفيتي، وان كان اصلا الكوفيد بحديته بينزع السيركيليشن بيعمل اكتيفيشن بصير في عندي مايكرو بعد الكلمة. هون بصير السؤال، هل هون بصير السؤال انا شو بدي اعمل للمريض؟ هلا هلا في ناس بيروحوا مع اسبرين اذا لقوا المريض مثلا ما له حاجه ولا يكون ستريس، في ناس بيروحوا مع انتي كوجوليشن. انا شفت الكومبينيشن اوف تو تريتمنت، يعني في مرضى عم يمشوا معهم بهاي بروفيلكتيك دوز باللوفينوكس، بس كمان انا بعتبر اللوفينوكس منه سيف للبيشنت، يعني مش هيبرن احسن؟ ليك شو، اذا انت عندك كدني انجري اوكي، اذا انت عندك كدني انجري في حل قدامك، فيك تعطي لوفينوكس بس عشان بدك تعمل له ادجستمنت. هلا المشكله بيصير انه قد ايه بده يكون ادجستمنت، يعني هي لك صح. ما نحن عم نشوف بيشنتس عم يمشوا على فتره مثلا كذا يوم مثلا لوفينوكس 60 بي اي دي او لوفينوكس 40 بي اي دي. اوكي ليك لا لك شو، المريض اللي بده ياخذ 60 بي اي دي اذا هو وزنه 60 كيلو 60 كيلو بيكون وزنه تقريبا بهالحدود. اوكي 60 بي اي دي يعني هيدي ثيرابيوتيك مش بروفيلاكتيك ماشي. انا بقوله هاي عم نسمع هذا الترم كثير، هاي بروفيلاكتيك دوز عم يقولوا للدكاتره. اوكي هلا لك شو، في هلا في كثير صار هلا بدارس عن تحت عن موضوع الانفورميشن. اخر شيء انا صراحه اغلب المعلومات بجيبها انا من نيو انجلاند جورنال اوف ميديسن، هن حكوا اخر شيء بشيء اسمه انترميديت ماشي. لاحظوا انه اذا انا لا لك انت إيه. اجى عندك مريض اوكي عنده كوفيد 19 تطلب له الدي دايمرز. هلا اذا كان هاي الدي دايمرز يعني عنده هذا الزلمه هايبر كواجوبل ستيت، يعني في بحال المحلات عم يصير فيه كواجوليشن زياده، الدي دايمرز هو انتي برودكت للكواجوليشن كاسكيد. طيب هلا بصير السؤال، انا بعطي هون فول دوز ولا لا؟ اذا مريض عامل عندك فينس ترمبو امبوليزم او عامل بالمنري امبوليزم، هيدي ما بدها نهاش، هيدا بده ثيرابيوتيك دوز وبيمشوا هيبرن اي اس بي وبيمشوا كذا شغله.
اوكي او بتعطي هيبر ال اس بي وبتلاحق الان ار بتصير تركيش فيها او بتعطي لوفينوكس اذا كانت جي اف ار منيحه عنده او فوق 80 هي 1 ملي جرام بير كيلو بي اي دي هيدي وحده اذا كانت جي اف ار تحت 30 بتعطي 1 ملي جرام بير كيلو او دي اوكي طيب هلا هون بس مش كل المرضى عندهم ايفيدنس اوف اي تي اي يعني في ريستراندو امبوليزم او بي اي طب في مرضى كثير بيقول دي دايمرز عالي عنده بتطلع في كلينيكلي ما في عنده شيء الزلمه طب شو العمل هون هون بيقول لك اذا كان دي دايمرز عالي في شيء اسمه انترميديت دوز انتي كوجوليشن يعني انت بتعطي انتي كوجوليشن بس بدل ما تعطي 1 ملي جرام بير كيلو بي اي دي بتعطي 2.5 ملي جرام بير كيلو بي اي دي اوكي وهون كمان الهيبر نفس الشيء بدل ما تمشي سيرنج بامب وايح على ان ار طبقه ثانيه بس فيك تعطيه مثلا فيك تعطيه ما انت انت ما هني عاده بحطوا تعطيه بروفيلاكتيك ما بتعطيه مثلا فول دوز فول دوز كبيره بير يونت بير كيلو يعني بتعطي بولس كبير بتعطي بولس قويه وبتلحق بير كيلو لا بيقول لك ما بدي يكون انا بروفيلاكتيك يعني 10000 ولا بدي يكون مثلا 40000 نهار بمشي 20000 بين عرفت كيف؟ فهم بتصير أكيد سيف أكثر الهيبرين على الكيدنيز من عندها بس إنه بدك تقعد تسحب لابس كل 6 أور على مرضى الكوفيد 19 مش ضروري يسحب لهم لابس من هي أنت عم تعمل استيميشن يعني عرفت كيف؟ تسحب لهم إياه على اللابس الصبح يعني بي تي تي وخلص بتضبط السيرنج بومب مش كل 6 ساعات ساعتها إيه مش لا مش كل 6 ساعات يعني يلبس كمان الآن ويفوت ومنه شيء أرجنت يعني المهم بيعطي ساعتها هون اللي نحن بنعمل انترميديت دوز في شيء في ناس بيحكوا بهاي دوز بروفيلاكتيك كمان يعني هم يعني كذا مدرسه بس انه ها هي الخلاصه عرفت كيف انه انا هون بدي احاول افكر انه حسب شو عندي انا دي دايمرز حسب شو عندي كلينيكال فايندينج ساعه ما اعطي المريض طب هني ليش عم يلجؤوا انا بالمانيا في دكتور قال لي ديك مره عم يلجؤوا كمان لقصه الاسبرين يوزج كثير هلا لك لك لا لك شيء هلا لك الانسيدز اوكي طلع اخر شيء هلا لهلا ما في ستاديز بالعالم بتقول انت المريض ما فيك تعطيه انسيدز ماشي عملوا ستاديز اول ما طلع الكوفيد قالوا انه منيح اخر شيء استنتجوا انه هيدي الستاديز منها كثير انه كانت بس قصه ما كان كان فيها مشاكل كثير على الستاديز يعني لقوا انه في عندها كثير مارجن اوف ايرور هلا اخر ريكومنديشن بتقول انت فيك تعطيه انسيدز بس انه مش فيرست لاين يعني انت مثلا بتعطي بنادول للزلمه ما عم تنزل حرارته بتروح على الاسبرين اوكي انت فيك تروح ايبوبروفان فيك تروح انه انسيد تحطي له حرارته بس بدك تنتبه له للكيدني بنفس الوقت اكيد ليك بالنهايه لازم انت تنتبه دائما بكل الاحوال للكيدني عرفت كيف هلا انا هلا ليك موضوع انك انت تعطيه الاسبرين از بروفيلاكسس من وراء الثرومبو امبوليزمز وهيك أنا ليك صراحة ما عندي موضوع عن هاي بس أكيد يعني أنا هلأ بعمل لكشر عنها هيدي يعني بحضر شيء إذا بوصل لموضوع الأسبرين ساعتها بجاوبك على سؤال مالك أوكي دكتور علي هيدي اللي كنت بدي أسأل عنها أنه إذا في ياخد الأشخاص بروفيلاكسس يعني عشان عم بستعمل هيدي الكمبليكيشن فيا ريت تفيدنا بهيدا الموضوع إذا طلع معك شيء كيف شو هي القصة؟ الاسبرين اذا بيتاخد قبل بوقت يعني از كبروفيلاكتيك ليك هو المين اللي نحن اللي عنا اللي عم نستعمله از بروفيلاكتيك مش الاسبرين قد ما هو الهيبرين صح في اول انتكوجوليشن يعني احنا اغلب المرضى اللي هو عن جد انديكيتد انك انت تاخذي له دي دايمرز اول ما يجوا اذا كان هاي لا بده ياخذ انتكوجوليشن ان ايرلي ستيج يمنع يصير عنده هيدا بس طب بالهوم الناس اللي بيسالونا دكتور ايه يعني في ناس بيسألونا انه ناخذ بلش ناخذ اسبر من هلا بلكي صار معنا شيء ولا لا لا هيدي بروفيلاكتيك هيك لا هيك بروفيلاكتيك مش انديكيتد لا منه من الادويه مش انديكيتد لا لا مش من الادويه الانديكيتد هيك عرفت كيف؟ ايه بهالطريقه الاوت بيشنت كير لا ما بيعطوا ما بيقولوا له مثلا فل على البيت على اسبر عرفت كيف؟ منه مثل الكورونر ارتري ديزيز او مثل الاسكيميك سي في ايز وهول لا بالنهايه الاسبر عنده سايد افكتس يعني بده ياخذ معه بي ايز وبده يعمل انتباه له بس بده يعمل عمليه عرفت كيف بس بعده يعني هلا بعده هذه كلها بعده هلا عم ندرس هالامور بس مثل ما سؤالك يا مريم هو اهم شيء دي دايمرز انا بدي اشوف دي دايمرز لما يجي اذا كان هاي هي هاز تو تيك انتي كوبوليشن ايرلي ما لازم يطول كثير والمشكله اصلا مش بس هون المشكله انه عم يعملوا حتى دي في تي عليها يعني انا بعرف كواحد عم ياخذ فول دوز
انتي كوجوليشن ثيرابي ما بتكون افكتيف. ايه لانه مش مشكله بس قصه انت يعني مش مشكله بس كوجوليشن مشكله سيستماتيك ما عم تقدر توقف الفيروس موجود وما كان السيتوكاينز وعم يقدر يتحكم فيه هون شكله مش انا بس مارو عم بفوت على البوم مارو شكله يعني ايه مشكله صراحه حرام في بالزلمه نحن عنا يعني بالمستشفى انه عمل دي بي تي وعمل بي اي وعمل ستروك براسه وعم ياخذ كان انت كوجوليشن بروفيل شو اسمه يعني ثيرابيوتيك رينج هاي دوز سيرنش بومب وعم بيلاحقوا البي تي تي عم بيكون عالي مش انه واطي ايه واخر شيء يعني انصاب فيه وما عاش قدر يعمل شيء فالموضوع اخر سؤال تفضل لا اكيد عم نعزبك احنا انا كثير مبسوط بال لا ولا يهمك انا كثير مبسوطه فيك يا حمزه وبسالتك وبالكل حتى نسرين كانت عم بتشارك والكل يعني اللي بيشاركوا نحن كثير بننبسط فيكم تفضل يا حمزه نحن مبسوطين باللي عاملينه كمان في شغله في شغله قصه عفوا الكورتيكوستيرويد دوزج اوكي الكل بعده عم يمشي على السيف سايد وبعيد شوي انه يعلي كتير بالدوزج انا شفنا كلينيكال ترايلز بايطاليا وبالمانيا حتى انه عندش عند اليونج بيبل الهاي دوزز اوف كورتيكوستيرويد كانت مفيده ببعض الاحيان خصوصا موضوع انه ما يوصل لكيدني انجري بيشنت ما يوصل لهاي ليفل اوف شو اسمه لانج فيبروسز فشو موضوع عنا بلبنان ليش ما طلعناش بعد زياده ليش ما كان فينا الستيرويدز ما هي الفكره وين انت اذا تلحق انت الميكانيزم كيف بيمشي الكوفر اول فتره اول ما تكون انت بالمايل مودريت كيسز انت الفيروس عم يعمل ريبليكيشن عندك بعضه ماشي بعضك ما فتت بالهايبر انفلاميشن بعضك انت ماشي قصة انه ريبليكيشن ومايل سيمتومز وشويه ديسبني مش ديسبني بس هي سيدي شويه ميالجيا وشويه كاف وانه وضعك هيك يعني عم يعمل ريبليكيشن جسمك عم يعمل لك بالمايلد فيس بعدين عم بعدك مايلد مودريت فيس بس توصل لهالمرحلة انت هون عم تعمل فيرال ريبليكيشن تخيل جيت على ستيرويد صغير وقفت انا ما عم بحكي هون 100% هون انا بحس انه اتس دامج اكثر من مفيد 100% بس عم يفوت بالسايتوكين ستورم البيشنت هون اللي عم يقتل اليونج بيبل هو السايتوكين ستورم كثير قريت دراسات يعني ويب ام دي حكي هيك اي اتش اي حكيت هيك سي دي سي كله عم يحكي عن قصه التايتوكن ستورم هي الميجر كيف بدي اقول لك الباث فيزيولوجي اوف ديث عندهم صح ما مش هيك بالسيفيرلي ال بيشنتس يعني هن اللي عم بيعوزوا ميكانيكال فنتيليشن بيعوزوا سبلمنتال اوكسجين اكيد اتس مانداتوري اصلا الوحيد اللي عنده ستاديز اللي هو افكتيف للرمدزفير انا رمدزفير اخر شيء انجلاند جورنال اوف ميديسن نزل ارتكل انه هو افكتيف فكان الناس عم بيقولوا منه بس انه هو اللي اساس واللي عن جد بين انه هو افكتيف هو ستيرويدز بالثيرابي صح هذا لما بحكي فيه المرضى اللي عندهم سيفير السيفير ديزيز والكريتيكال النس يعني اللي بيوصلوا للمرحله الكريتيكال كير هو اللي ديفينتلي بدهم ياخذوا الستيرويدز طبعا كان دكسا ميثازون او سوليمترول اتس انف انه نمشي بدكسا 6 بي اي دي 6 بي اي دي او 6 ديلي او 8 ديلي بس اتس انف لك هي هيك بس طبي كان هي الدوز اللي درسوه هن على دكساميثازون 6 ملي جرام او دي فور 10 دايز لقوا انه هيدا افكتيف يعني انت بنفس الوقت كمان عندك بنفيت عرفت كيف يعني بيكون مثلا درسوا 6 و12 وال10 و30 لقوا انه 6 اخر شيء هو الاحسن واحد اتس انف طالما انت مش ضروري تعطيه لشيء ثاني عرفت يعني إذا أنت عندك مرض كورونا بس كورونا أوكي بتعطي هيدا الدوز أوف ستيرويد بس إذا عندك مش بس كورونا إذا عندك جروب أوف كومبليكيشنز إذا عنده كورونا سبتك شوك عمل وراها فقع أي آر دي يعني عمل أي آر دي أس عمل رجع سبتك شوك سبتك شوك عملت لك فانكشن الأدرينال إنسفشنسي هالأدرينال إنسفشنسي ما عادش يكفيها هولي بس بدك تفكر بشي تاني كمان ساعتها بتعلى بالدوز أكثر بريدنيزون اكثر يعني انا شفت في بريدنيزون بال500 وال1 جرام في ناس مشيوا على بكم كيس مش كل شيء صح ما هي حسب الكيس وحسب الانفلاميشن اللي عنده وحسب الاكس راي شو بتشوف فيها فايندينجز انت او السيتي سكان بدي ابعث لك شي مره كيس ستادي دكتور عن شاب كليفلاند بمستشفى بكليفلاند شاب كانوا خلص معتبرينه ديد كانوا رايحين يحطوه على اكمو ليحاولوا انه والله سالفيجبل يكون عم اقترح هنيك دكتور الميونو اللي هو يعني
انه يمشوا بهاي دوز اوف ستيرويدز، لانه خاص المريض صار يعتبر ينعمل عليه كلينيكال ترايل اكثر من يعيش، لانه كل شيء كل شيء لاب وورك، كل شيء حتى نيورو اكزام على البيشنت ما انه منيح، ما عم يعطي شيء منيح بعد المريض افيشنس لا ريسبيريتور، وحتى اتوقع انه الاكو يمكن ما يقلاش افضل بكثير. قاموا راحوا عطوا 1 جرام على 3 دايز تقريبا، رجعوا نزلوا بالدوزج، البيشنت عاش هلا على تراكيستومي بس عاش. هيدا اللي بعت لي اياه يا حمزه مش هيك؟ كوفيد 19 هي كبيره كثير يعني، كثير كبير يعني عرفت، وما حدا بيقدر يجي يقول انه هالدواء بفيدها يعني، حتى الكونفالسنت بلازما ما انه افكتيف على الستيرويدز، والرندزفير منه ما بعرف اذا عم بتجيبه كمان الاكتامرا، حتى الاكتامرا يعني حتى لا لا عم يستعملوا فالكيري عن الرندزفير بس في عنده انتي انترلوكين 6 هيدا اسمه اكتامرا هيدا الدواء. اي هيدا الاكتامرا صح، وحتى لك تيستينج مش كل مرضى بنعمل له انترلوكين 6 تيست. اه والله ليه بس بلكي ما بعرف ليك مرضى بعض المرضى بنعمل له بعض المرضى نو. ايه هلا ليك هو حسب السيفيريتي، ما هي مشكله كمان انه بدك تشوف المستشفى قديش عنده دعم بهذه الامور يعني، ما انا مثل المستشفى تيست غالي دكتور ما كثير، نحن على ليك نحن عم نطلب البانل يعني مثل ما هي طبعا. نحن نطلب الفيريتين FTC-54 والفيريتين والفوكالسيكون يعني نطلب الدغري البانل واحد. نعم ليش بيطلع الفيريتين بالكوفيد 19؟ لانه انت عندك انفلاميشن يعني، هو الفيريتين بحد ذاته مورا الانفلاميشن عندك انت يعني، هو الفرق هو شو الفرتان هو الستورج اوف ايرن ان ذا بودي مش هيك، انت بس يصير عندك ميون سيستم كثير عم يشتغل ببطل يخلي غير اورجانز ياخذوا الايرن، بصير هو بده يحبس الايرن كله في السيستم ماشي. اوكي فانت بتيجي بتعمل مثلا السيروم ايرن بتلاقيه واطي، تعمل الـ TIBC يعني الـ Total Iron Binding Capacity بتلاقيها عالية. شو معناتها؟ معناتها انه قلب الجسم عم فيه Circulating Iron بس ما عم حدا عم يستعمله غير الـ Immune System يعني Reticular Endothelium، عشان بلاقي الفيريتين صار هاي صح، بتلاقي يعني هو Storage، هو عمام Storage ما عم يخلي حدا غيره يستعمل الـ Iron، عشان هيك يجب عم يزعب عمام المواد الأنيمية. نايس صح، نايس فيزيولوجيا كثير مهمة. أنا أول مرة بعرف المعلومة هيك، هيك الفيزيولوجي طبق الفيريتين. لا هو هيك يعني، هو هيك بيشتغل جسم بالكامل الانفلاميشن. أنا كنت أسمع بعرفك انفلاميشن، إنه الانفلاميشن بيلا فيريتين. هواي هاو، أنا مرة حدا بطلع.